صفة ما تحبيهاش في روحك؟ ممكن العصبية أحيانا، أو التسرع أو الانفعال. جابوا لك كتير مشاكل؟ لا هادو ما جابوليش مشاكل، اللي جابت لي المشاكل العفوية الزايدة اللي كانت عندي قبل بصراحة، لأنه العفوية وصراحة أنا ما نشوفهمش حاجة ماشي مليحة. سبق ما قلتلكش حاجة مليحة، لكن للأسف العقول، بعض العقول اللي تفهم ممكن صراحتك وعفويتك حاجة اللي تصيدك منها ودير لك عليها مشاكل. لهذا مقبلة قلت لي أني مع صحفية ومع دبلوماسية، فتعبت باش نقدر نوصل لهذا البوان. ما نقولش دبلوماسية باش، لكن عدم تجريح الناس.